اخي صغير ابو جمو، شو هذا اختي؟ الطفل برحمه مجلسه ان شاء الله معالجه. طيب شو اسمه استاذ؟ وننزل لا احنا بس تعالنا وننزل من اقوالي ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا زيد الظالمين الا تسلم. شو اسمك؟ تعال شو اسمك؟ انت منو جني؟ عاش اخوك خش الدم السيد طال باذن الله تعالى. اختي الزمها كان محمد الشهور. شوف السيد طيب ان شاء الله تعالى اليوم يوم السبت. هسه اختي طيب ما قال كان محمد بين جدا عرو 15 ان شاء الله. هسه اختي طيب هاي شوف هذا الجن يقتل البشر يقتل الانسان هسه باذن الله ومعجزه اخرى عن اختي طيب ان شاء الله تعالى. هسه بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا لهذه الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. هسه نغربت مجلة بالخشبه نطلع استاذ اليوم في غرفه واحد يساعدني كان محمد. تعال اختي تعال الزم بس هذا تعال استاذ الزمنا هسه اختي طيب باذن الله تعالى. خوش يا استاذ سيد كنت تدبر شيخك هسه يزيد اخوان تساعد بيتور بس الزمن الزمن بارك ودي برا برا اي هسه يا استاذ انا هسه القران استاذ شهاده بيتور زي بتاجد ان شاء الله شهاده بيتور محمد جاك الله راجع وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اخرجي يا عدو الله قال تعالى في كتاب الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اخرجي يا عدو الله اختي انهضي اللهم صل على محمد وال محمد. اختي شو اسمك؟ هسه شنو وضعيتك؟ شنو كان بداخلك؟ كبير صغير؟ الله هم بدي جل شمو قوربو خوش مش اوروبي جدي روجي شمو يدو زار شاز دي اوجنا خوش خانه في غمص سلام اختي هذه روح برا اللهم صل على محمد خلينا نروح برا. استاذ كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك استاذ حبيبي؟ انا استاذ ياسر. تعال اختي العزيزه هسه صوتي دي وجهك. السلام عليكم اختي سهى. شو ما سوى وضعيتك؟ صوتك عليها الحمد لله. الجن كان كبير وصغير اسمك؟ شايل اي قلقت نفسك؟ الحمد لله. شو وضعك؟ استاذ إيه؟ استاذ شلون شو وضعك؟ والله الحمد لله كان وضعها زين لكن الحمد لله وصلت على سامي على رسول الله. اليوم احنا في مستشفى الطب النووي لاخينا شيخ ولد علي شلون الحمد لله تم شفاها اللهم صل على باذن الله تعالى. تعال في الطريق حرمني حرم اللهم صل على محمد. قال ابو السياره يقول اطلع من عينه قال لا ادري على ولد علي ما يفيد الا باذن الله. اللهم صل على محمد. محمد جاوب السلام عليكم. خوش يا استاذ وجمع زي قراننا خوش كان طب النبوي او خوش كم زنك لشي وزنك ليش بيكو جي اوروبي جديد 2000 شاز ديا سباز بو خوي لحد يشاهد ان شاء الله خو مال ذكر دفع له اينو فيروز استاذ كان بي برامبر او خوش كم تم شاهد يسقي بكو زنك لشي بو استاذ شاب بو استاذ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف تشوف اختك؟ والله الحمد لله اليوم بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وغلاه. كان عندنا مريض اختها تلبس اليوم والحمد لله تم شفائها شفاء قاطعا على يد العبد الفقير لله الشيخ ملا علي في المستشفى الطب النبوي استاذ ياسر. استاذ ياسر على راسي خوش الاستاذ خوش معجزه قراني تم شافهم بركه اخرى فيك القران معجزه للمسلمين وغير المسلمين وحتى في غير المسلمين. استاذ وين اهلك جنابك؟ في فلوجه. فلوجه مدينه بس مساج ناس طيبين اوج معجزه قراني. استاذ مبروك لكم. الله يبارك فيك. اختي العزيزه شنو كيف حالك الحين؟ الجن كبير يقول اختي نفسك هسه شلون طلع طريناك عليه اخويا راحت مبروك لك مبروك. شو اسمك؟ انت امها؟ نعم. انت فرحانه؟ اي والله موجوده هي امي وهي اختي وهذا استاذي وصلى الله ابوس راسها الفلوجات ترجعون بسلام الفلوجات وهذا معجزه القران وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد جاء وانا شاور كازور سباس ساعات هذا السلام عليكم وش بخير بين ما اجيب لي